وقف رجل ثري في شرفه قصره ينظر لاراضيه المتسعه حيث كان يملك معظم اراضي القريه واخذ يردد بصوت مرتفع انا اغنى رجل في القريه واثناء ذلك شاهد البستاني العجوز المبتسم دائما يجلس تحت شجره وقد فتح منديله الذي به رغيف خبز وقطعه جبن لكي ياكل في الظهيره بعد عمل شاق في حديقه الثري فحياه الثري وساله لماذا اراك مسرورا قال البستاني اني اشكر الله على عطاياه الدائمه لي يا سيدي تعجب الثري وساله على اي شيء تشكره على الخبز الجاف وقطعه الجبن قال البستاني نعم يا سيدي فقد وهبني الله طعاما يملا معدتي وثوبا ارتديه وسريرا انام عليه وسقفا فوق راسي ثم قال للثري اريد ان اخبرك يا سيدي عن حلم شاهدته بالامس رايت في المنام انني ارتفعت للسماء ورايت الجنه بجمالها وروعتها والعجيب انني سمعت صوتا من داخلها يقول اغنى رجل في القريه يموت الليله ثم سمعت الملائكه يسبحون ويستغفرون اصبح وجه الثري شاحبا وتسلل من الشرفه الى حجرته وارتمى على كرسيه وهو يردد اغنى رجل في القريه يموت الليله هل هذا مجرد حلم ام رؤيا الهيه لشيخ تقي وفي المساء شعر البستاني بارتفاع في درجه الحراره فاخذ يناجي ربه وقد امتلا وجهه بهجه وعندما زاد مرضه اسرع زميله باستدعاء طبيب ليعالجه وبينما كان الطبيب يلاطفه روى البستاني للطبيب الحلم الذي راه فضحك الطبيب وقال له لا تخف فإن صحة أغنى رجل في القرية سليمة ولن يموت الليلة وفي ساعة متأخرة من الليل سمع الثري جرس الباب يضرب ووجد عاملا يعتذر له ويقول لقد مات البستاني ذهل الثري لما حدث وأخذ يردد في نفسه وهو يبكي أغنى رجل في القرية يموت الليلة لقد كان البستاني في نظري فقيرا لكنه عند الله أغنى رجل في العالم كان غنيا بايمانه وتقواه واخلاصه لله لقد ظننت في نفسي انني اغنى رجل في القريه لكنني اكتشفت من هو الغني الان لقد صدق الله في قوله ان اكرمكم عند الله اتقاكم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم تبت اليك يا الله فسامحني واعف عني. وفي الصباح تصدق باموال كثيره للفقراء والمساكين واليتامى والارامل وطلب من اهل قريته ان يسامحوه ان كان ظلمهم، واصبح يقضي معظم وقته داخل المسجد. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير